رقمي تي في. ترتفع ربيع كل عام وتيرة العمل في شركة أبل استعدادا للكشف عن الآيفون القادم في شهر سبتمبر، آيفون 15 من فترة لم تهدأ تسريباته، وآخرها الآن تسريب جديد أن الشركة تخطط لاستبدال زر كتم الصوت الذي رأيناه في أجهزة آيفون منذ عام 2007 بزر جديد متعدد الاستخدامات، ومن المحتمل أن يكون قابلا للتخصيص ويسمح للمستخدمين بالتنقل عبر الزر إلى وظائف النظام المختلفة لسهولة الوصول إليه. من بين المهام المتوقعة أن يتم تفعيل وضع الرنين والصامت ووضع عدم الإزعاج وكتم أصوات الخلفية خلال المكالمات وتفعيل مكبر الصوت وإضاءة الفلاش وإيقافه، كما سيتم تفعيل ميزة التعليق الصوتي أو الانتقال إلى تطبيق شازام وعرض مبدل التطبيقات، كما يمكن من خلال الزر تسجيل الشاشة أو أخذ لقطة صورة للشاشة، كما يمكن استخدامه اختصارا لفتح الكاميرا أو مركز الإشعارات. والبعض يتساءل كيف يمكن لهذا الزر تطبيق كل هذه الأوامر؟ يتم ذلك عبر تخصيص عدد النقرات عليه أو التفاعل مع زر آخر، كما سيصبح الزر في آيفون 15 برو قابلا للضغط إلى الداخل بدلا من السحب إلى الأعلى والأسفل كما نرى في الهاتف الحالي. هذا وقال تقرير جديد إن الأزرار الجانبية لآيفون 15 برو ستعمل حتى لو كان المستخدم يلبس قفاز يد، بالإضافة لإمكانية تعديل قوة الأزرار، فالزر افتراضي وليس ديناميكيا ويمنحك شعورا بالاهتزاز ويمكن التحكم بقوة الاهتزاز عند الضغط. من الأشياء المنتظرة في آيفون 15 تصميم محسن مع إطارات أنحف وفتحة صغيرة للكاميرا الأمامية وشاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز لتحسين تجربة اللمس والألعاب، ومعالج A16 بايونيك الجديد مع تقنية النانو الخاصة بشركة TSMC، وكاميرا جديدة تدعم تقنية التصوير الفوتوغرافي بالأشعة تحت الحمراء IR.